والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله.